Hi. Hi. Whoa. Hello. Hey. Can you hear me? Yes. Mm-hmm. Yeah. I can hear you. I can't hear you though. Hey. Hey. يحكي إنه مو سامع الناس. Yeah, no, I wasn't expecting this. في واحد مو سامع. What do you think we're supposed to do? Okay, مو سامعني. Oh God, I don't know if I can do this, guys. I just got a text of a picture of me from my webcam. مو سامعني يحكي. سامعكم أنا. How would they have gotten my number? هلا. Oh my God. Did you type it in? Oh my God. في ناس وراها. There's something moving behind you. Yeah. Is that just me? Oh, can you see that? في ناس وراها. صوت عالي. Come on. That's so fake. That didn't look fake to me. You're soft. No, it's visual effects. Sure. Okay. He said, "Nana, من وين?" Is your computer spazzing out too? Mm-mm. Is yours? Yeah. Something's definitely controlling it. اخوان في شي غلط. That's not me, so I am out of here. See you later. Okay. Oh my god, that's what I see if you know this. Well, it's not letting me on my computer, and مو قادر يطلع من الم... مو قادر. Oh my god, يا الموسيقى اللي حاطينها. Okay, they're in my phone. اخوان قاعد اصور. قاعد اصور الساعة 3 الفجر. There's something else. شو ماله هذا؟ ليش هيك نابل؟ الله ياخذك وياخذك. طلعت انا وياكي. استغفر الله العظيم. Oh my God. ولا ما حق انت تغير. شو اللي جابرني دخلت هيك اشي؟ وات الله يلعنك. استغفر الله العظيم. يا اخوان شوفوا انا قاعد اسجل الساعة 4، شايفين؟ 4:30. اوكي رجعوني. Connecting. Hello. My name is Alex. مو انا اللي قاعد احكي. Disconnecting. اقسم بالله العظيم الموقع انه اسطوري. شوف الخوف. اقسم بالله الموقع اسطوري. الله يستاهل. زي ما شفتوا هاي راح يكون فكرة مقطعنا اليوم، راح ندخل على أرعب مواقع بالإنترنت
ونشوف الموقع موقع. بس قبل ما أدخل لازم أشكركم على المقطع الأخير. المقطع الأخير وصل أكثر من 60,000 لايك بأقل من 24 ساعة. شكرا لكم، شكرا شكرا. ومقطع اليوم راح يكون جدا غريب، وإذا بدكم نجيب زي هيك مقاطع غريبة يعني أكثر مواقع مرعبة بالإنترنت، لا تقصوا معي بزر لايك خلينا نوصل هذا المقطع 60,000 لايك ونجيب جزء جديد زي هيك. أقسم بالله أنا مو قادر أحكي من الخوف إخواني. اللي صار شيء غريب وما بدنا نطول بالكلام، خلينا ندخلكم على المواقع ونحكي عن الموقع موقع. طيب الموقع الاول يحكي لنا عن اشخاص حكوا يعني اخر كلمه حكوها قبل الموت. متخيلين الموضوع؟ يعني قبل ما يموت بلحظات حكى كلماته الاخيره. مثلا شايفين last statement، وفوتك على لينك يعني شوفوا مثلا هذا، مثلا انا مو قادر صراحه لانه موضوع يوتر صراحه. مثلا هذا توفى ب 2020 6 فبراير 6/2 تمام. مثلا شوفوا شو اخر كلام حكاه، هذا اخر كلام حكاه قبل ما يموت. متخيلين الموضوع؟ مثلا هذا شوفوا شو قاعد يحكي، يحكي انه بده يشكر ربنا ويشكر ابوه مسيحي هو المهم، وقاعد يشكر بالناس ويشكر اخته ويحكي له انه اخر اشي حاكي انه بده يشكر السجين وبلحظتها قتلوه او اعدمه. يعني الموضوع صراحه لما تفكر بيه الموضوع جدا جدا يخوف، وما راح ارجع اقرا اكثر من واحده يعني خلاص واحده تكفي. شوفوا قد ايه حاطين لك اشياء وكله عناوين ومتى مات ولون بشرته وكل تفاصيله حاطينها، صراحه ما اقدر. فبس نقرا واحد نشوف الموقع اللي بعده. طيب يا اخوان الموقع اللي بعده يشوف لك اعداد وفيات ومواليد الناس بنفس اللحظه، يعني بهاي اللحظه الان قد ايه شخص توفى وقد ايه شخص عاش وقد ايه شخص انولد، كل هذا الاشي يجيب لنا اياه. شوفوا مثلا شوف مثلا هذا انولد انولد، هذا مات 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 باللحظة هاي اللي قاعد اصور بها في الفيديو. واكثر ناس انولدت بالهند واكثر ناس ماتت بالصين. شوف من جميع العالم، شوفوا انديا يابان تونس، يعني جميع دول العالم بيجيب لك اياه واشياء موثوقه. فهمتوا؟ متخيلين قد ايه في شخص قاعد يتوفى وقاعد ينولد باللحظه هاي؟ فصراحه هذا الموقع يعتبر موقع غريب جدا جدا جدا، واحصائياته دقيقه جدا. وشوفوا يعني قد ايه اعداد السكان حاليين 7 مليار فاصلة كذا، يعني مش انه مزح، الموضوع جدي. ولما تفكر انه الموقع فعلا موقع غريب، فصراحه حبيت احطه باكثر مواقع مرعبه. وخلينا ننتقل للي بعده ونبدا هسه بالشيء الحالي. طيب الموقع اللي بعده موقع يحكي او في قصص رعب، واحد القصص هاي حصلت بالحقيقة بعد ما انذكرت بهذا الموقع. يعني الموقع يعتبر من ارعب المواقع، وفي قصص طويلة طويلة طويلة، يعني لو بدي احكيها بدي 20-30 دقيقة حتى احكيها. حاليا ما اقدر احكي لكم اي قصة منها. اذا بدكم نعمل حلقة كاملة او نجيب قصة منهن اكتبوا لي بالكومنتات، وخليني نص هذا مقطع يعني عدد لايكات عالي جدا، لانه موضوع جدا جدا مخيف. بدي اترجم واحفظ القصة بالتفصيل عشان اقدر القي لكم اياها. شوفوا مثلا لو كبسنا واحدة، شوف قد القصة كبرها وحجمها. شوف شايفين لسه انا مو واصل الربع. شوفوا قصة طويلة ما اقدر احكيها، شوفوا كثير طويلة. فاذا بدكم نعمل حلقة كاملة عنها اكتبوا لي بالكومنتات، او خلينا نوصل اكبر عدد من اللايكات. وخلينا افرجيكم الموقع اللي بعده. الموقع اللي بعده هو مجرد موقع مش احصائيات، هو مجرد يعني انا بالنسبه لي اعتبره لعبه، بس هو مو شيء موضوع يخوف. اللي هو يعرف لك متى راح تموت، او موقع تحط فيه اسمك ومثلا شوفوا اسمك تاريخ ميلادك ومعلومات عنك، وهو يحكي لك متى راح تتوفى او متى راح تموت. طبعا احنا ما نآمن فيه نهائيا، مجرد موقع بس، ولا احنا عارفين انه احصائياته كلها كذب ومستحيل تكون صح، بس راح اجربه معكم تمام. مثلا الاسم مهند حمد السيوف، تاريخ الميلاد 14/2/96، طولي قد ايه؟ 1.75 متر، وزني تقريبا نقول 69، كحولنا كذا لا دراجز لا، ونقول نجرب. اوكي شوف شو حط لي، انه راح اتوفى ب 23/2 بال 56، يعني بعد 35 سنة. ما اعرف شو اللي خلاني انا شو اللي خلاني ادخل. من المشكلة الغبي الموضوع، انا قلت لك بعد صور المقطع الان 4:30 الفجر، صار معي موقف وخلاني انجن وصورته على الانستغرام وراح احط لكم اياه الان. اخوان سامعين الصوت؟ سامعين؟ او ماي جاد، قاعد اصور مقطع عن اخطر مواقع بالانترنت وجه الصوت هذا. او ماي جاد، خف عقلي قاعد اصور عن اخطر مواقع بالانترنت وفجاه بلشت اسمع الصوت هذا برا. اقسم بالله اني انهبلت، الله لا يوفقني، شكلي كلاب قاعده تصرخ.
ضيفوني على انستغرام اصور فيه كل حياتي اليوميه. الموقف هذا يا اخوان اقسم بالله صرعني، هبلني. انت شفت شو الصوت اللي طلع وكيف طريقته؟ ما اعرف كيف الصوت غريب يا اخوان، لكن بالاخير اكتشفت انه كلاب اللي قاعد تطلع هذا الصوت. الله ياخذهم قد ما صار عني. فهذا يعتبر احد المواقع المرعبه جدا 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 واللي تخوف. وقلت لكم احنا جبناه بس مجرد هيك تجربه ولعب، يعني بس قاعدين نجرب. وخلينا ننتقل للموقع اللي بعده. الموقع اللي بعده ما بده شرح، بس راح افرجكم اياه انتم بالفيديو تشوفوا. مثلا شايفين هاي دودة؟ شايفين تتحرك؟ ركزوا فيها ركزوا فيها. شوفوا 1 2 3 فلاش هذا يسرع. شوف كيف فلاش قوي جدا. ما ادري موقع غريب صراحه، هم حاطينه بتصنيفهم وانا حبيت اجيب لكم اياه. نجي لهذا الموقع الغريب. الموقع هذا يحكي لك تسجيل اخر لحظات قبل ما يصير للطيارة انفجار او حادث، فهمتوا؟ موثق لك مثلا التاريخ والحادث اللي حصل للطيارة. ولو فتحت على واحد مثلا، شوف هذا شو قاعد يحكي، انه سكيبر اطلاق سكيبر، ويقول لك انه في ناس يطلق عليهم النار، انا احاول المساعدة، هاي اخر اشي صار بالطيارة، زي يقول لك الصندوق الاسود. متخيلين يعني هاي اخر لحظات حصلت قبل ما تنفجر الطيارة، ومعلومات الطيارة وكل اشي، اشي موثوق هذا. وبصراحة كمان في تسجيلات صوت واشياء. شوفوا مثلا يو ويل نيد، انه لازم يكون عندي ام بي 3 بلاير عشان اقدر اسمع الريكوردات. اذا بدكم كمان نجيب حلقه نسمع الريكوردات اللي صارت قبل ما تنفجر الطياره او قبل ما يصير الحادث، اكتبوا لي ما عندي مشكله، بس ما اقدر احطه بالمقطع لانه شوفوا المقطع صار كثير طويل صراحه. فهذا يعتبر برضو من اغرب المواقع اللي شفتها. خلينا نشوف اللي بعده. الموقع اللي بعده شوفوا مثلا هذول اشخاص حاولوا ينتحروا من هذا الجسر. هسه افرجكم الجسر، هذا هو الجسر، جسر بأمريكا. ويقول لك متى حاولوا ينتحروا ومتى قبلها قدروا ينقذوهم. شايفين هذا الجسر؟ هذا يعتبر يعني جسر انتحار عندهم. مثلا شوفوا بال2020 10 انتحروا، وهذول كانوا حاولوا ينتحروا. وشايفين معلومات كاملة لأشخاص يعني كانوا بدهم ينتحروا من هذا الجسر. فصراحة يعني اشي محبط صراحة لما تشوف هيك مواقع، فيعتبر برضو موقع غريب جدا. وتعالوا نشوف الموقع الأخير. شوف الموقع الأخير، ما راح أحكي، راح أفرجكم إياه. حطوا سماعات اسمع. This is ZomboCon. Welcome. This is ZomboCon. ما له نهاية ترى، انا ما ودي احبطكم. ظل يعيد نفس الموضوع، بس انت تحسه مو قاعد يعيد، فهمت؟ انت تحسه انه حقيقي، وظلك مندمج انك ظلك تسمع. انا اول ما سمعته قعدت حوالي 10 دقائق وانا بس بدي اشوف وين تنتهي به هذا الموضوع، وطلع بس يظل يقول هاي الكلمة ويفرفر، يقعد هاي الكلمة ويظل يفرفر، فبس هذا الاشي اللي يعمله. لكن لو انك اول مرة تسمع صدقني راح ظلك تسمعها بس عشان تعرف شو نهاية هذا المقطع، وهو فعليا ما له نهاية. بس كنت ها مقطعنا اليوم، اتمنى المقطع نال اعجابكم. اقسم بالله الخوف اللي خفته بالمقطع اليوم، المفروض اقعد اسبوع ما اصور بعد الخوف اللي شفته. اتمنى انكم ما تقصروا معي بالدعم على الخوف اللي خفته، ونوصل هذا المقطع اكبر عدد من اللايكات. واذا مو مشترك بالقناه اشترك، فعل زر التنبيهات تشرفني بالقناه، ولا تنسوا تضيفوني بالانستغرام، حسابي طالع قدامك في الشاشه تشرفني هناك. وباذن الله المقطع القادم راح يكون قصه او العين حق، اللي بدكم اياه انتم راح اجيبه. ونشوفكم على خير باذن الله يوم الاثنين او الثلاثاء بمقطع جديد. ونترككم بحفظ الرحمن من هذا اليوم الاثنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh my God!